السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عرفتي دمرني الروح تاعي طول مرض الشمايت، راك مريض وما مريضش فهمتيني، غير انا ماشي حازين غير مريض. وكاو قبل ما ندخلو على القصة ديال، ماشي قصة، لمحات من حياة امينوفيس اللي شتها بعينية ماشي اللي ما شفتش، اولا بعض القصص اللي طرات غندير واحد المقدمة بنو خلدونية صغيرة. ورش قالت لي اليوم نقرأ التعاليق ديال الحلقة اللي فاتت وغيكون عندها علاقة بالقصد أمينو فيس، تنشرح لكم لاش من بعد. فالبارح الدراري أكثرية ديال عباد الله شكروني وصفتوا لي ميساج ديال الدعم النفسي، الله يطول عمرهم، كل سام بعد الدراهيمات من الله أطال الله عمرهم. فكنت ممتن بصراحة، تعجبني نقرأ دوك الميساجات، وفي الحلقات الأخرى الميساجات اللي ما تعجبونيش نمسحهم وندوز في حالاتي، صافي ما تنحكش. الحلقة ديال البارح كانت المعدل أعلى ديال الميساج السلبيين، وأنا نقول علاش ما نناقش بصوت مرتفع بعض الميساجات ولي باش نجاوب كل واحد على حدة، ناخدو جوج ولا ثلاثة ديال الأمثلة من سبيل الاستئناس. سمحوا لي، راه شوف الانرجي لو انرجي، راه خدينا قهوه وخدينا الريد بول، حنا تنكب ميها ديال والماس. فاول نوع ديال الميساج اللي جاوني كان البارح في داك المينياتور اللي درت ديال يوتيوب، فيهم شي دريات فيهم البيكيني، ودخلوا عندي الدراري قال لك رمضان هذا عبد بالله مشي طراجيم فهمتيني، انصحك تغيير الروس. الناس اللي ما عارفينش عليا، انا ماشي اخواني، انا ماشي زعما ماشي ملتزم، ماشي تا اخواني، كلمه صحيحه هي ملتزم، ماشي ملتزم وديك عايش في اوروبا، انا راه تنسلم على البنات بلا بيز وعاديه فهمتيني، خرج نجلس في قناه واخا فيهم الكول تنجلس، زعما ماشي شي واحد اللي تنشر الدعوة. هادشي علاش نقولها باش ما تاخدوش عليه شي فكرة غلطة. نبيع لكم الوهم ولا تقولها تخونا راه تيحك جبهته مع الصلاية صباح وعشية، أبدا. دونك لبنت لي ديك التصويرة معبرة، راه معبرة. أنت عاوتاني حنت رمضان خصك تفهم. النظرة الأولى الحديث فيه، النظرة الأولى لك والثانية عليك. ترى ما تقدرش تفرج في ديك التصويرة بشهوة صاحبي. ما يمكنش الناس تكون مسببات على الدرجة، صافي راه تتعبر على وضع الأولى راه لك، ياك دازت عينك برك تفرج في الحلقة، والثانية عليك إلا نطي وبديتي تقلب والثاني شارجي لا فوطو وما عرفت شنو دير بها باللي راه وتخشوز، غير الواحد ما يكونش مسبب بزاف، ما تحطش قلة الإيمان ديالك على التصاور تاع عباد الله، راه ممكن ما تفرجش. يوتيوب صاحبي تتحلو شنو تلقى فيه؟ تلقى فيه الكور، تلقى فيه العرب، ما بنت غير تصويرت انا اللي فيها المشكلة. احنا فكينا المشكل الاول ديال كل شيء تتعلق من كراع. جا عندنا واحد الاخ سميتو نجيب، قال حنت هضرت البارحة للدريات وداكشي وسلفو وتترجلو، فقال كانوا مساكن طامعين تنجح وتوقف ودير لاباس وتجيد تزوج بهم، استثمروا فيك عاطفيا، الرجال كاينين غير قلال، اما دوك اللي ماشي رجال تعطيهم سهلي للبنات والبنات تعطيهم للنورس. اهلا دابا دابا كان جالس فهمتي نجيب، كان جالس تفرج في الحلقة نجيب وبان له باللي انت راك ألف قصة، هو ومن نجيب راه يكون روائي دابا ولا شي سيناريست واعر، حنت مزيان تألف القصص. فدوك البنات شنو اكتشف هو؟ أن كاين واحد الرجال ساهلين تيمشي ونعسو معاهم دوك البنات، دوك البنات تيدبروا في 500 درهم وتيجيو عندي أنا حنت موعدهم بالزواج تيعطوني 500 درهم. فكرة العيبة تاعي، وعلى العمر
كاين خالد، خالد الحلو تيقول لك كان تعجب من هاد الهضره المثيره للشفقه ديال اننا ما كنفهموش البنات. المشكله هي مشكله ديال الذكر اللي مازال ما حبش يتقبل الطبيعه الانانيه تاعو، حيت بكل بساطه هم مجرد نسخ كيتشابهوا كيتشاركوا نفس العقليه، عقليه السوشيال ميديا، وكتحلوها اليوم ديك الجمله ما كنفهموش الانثى وكيصحاب راسهم غامضين. دابا حنايا 60، انا نهضر على راسي، انا 4000 عام ومني الكثير تنقراو الكتوبه، تشوف لي بسيكولوج اش قالوا، تتبع البرامج، تستقصي امور العامه والغير العامه باش تعرف الحقيقه وما وصلش ليها وتتقول ما نعرف. هذا اختصر علينا، هذا جا وكتب لك ها الحقيقه شنو هي. الحقيقه هي البنات تتشابهوا انانيات. كي اللي توصل الحقيقه تقدر دير بحال الاخر اللي مؤلف القصص، هذا هو الواصل للحقيقه، الاخر روائي وهذا الواصل للحقيقه. سي خالد ما عليكش. كاين ابي ستوديو برو تدبر وقال هذا على لي زابوني، ما علينا نقراو شنو قال. على ما بان ليا راك ما فاهمش حتى الدراني، ماشي غير البنات، جاتني في شي شكل علاش ما عجبكش الحال ملي صاحبك كان صريح معاك وقال لك لا وبقيتي شاده في قلبك. راه عادي يا صاحبي، واحد عاد خدم راه ولات عليه العين مع الدراهم وتزادوا عليه مصارف اضعف ايمان غير مصارف تنقل يوميه اللي ما كانش كيخسروا موبيطاله وغير باش يقاد حالته باش يولي طق 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 طق. والبنات عموما راه في الغالب عندها معير، اذا خدمت ما كتكونش متبوعه بحالنا، واذا ما كانش خدامه كيكون باك يصرف عليها. مثلا الوالد ديال اختي مبلغ ثابت اسمه ثابت اسبوعين، هذا راه عنده باتي ديال مبلغ ثابت اسبوعين، وانا اللي خصني نجيبهم بيدي واخا انا صغر منهم. فبالطبيعي البنات عندهم باش يعاونوا بالمقارنه مع الدراري. فالحلقه ديال البارح شنو قلت بالضبط؟ قلت ان ذاك الدري كان صاحبنا، خونا طايح، يعني هذه فيها الحبس. دابا اصلا خصكم تعرفوا المشكل فيها الحبس، هذه راه ماشي اللعب. وحنا كليكه، دابا هذيك الكليكه خدم واحد لواحد. وانا قلت في الفيديو البارح صورت الاول، علاش الاول ما بقاش فيها الحال؟ حيت الاول قلت له، قال لي والله ما عندي، غتندوز من ظروف راه ما عنديش زعما، ما لقيت لكم جهد بغيت، ولكن يعني الكلمه الطيبه صدقه، ياك الكلمه الطيبه صدقه. ثاني علاش بقى فيها الحال؟ قال لي ما عندي كي ندير لك، انا ما غندخل الحبس ما والو. يعني الجمله سميتها ما عندي كي ندير لك، ماشي اسمح لي ولا ما عنديش، ما عندي كي ندير لك، انا ما اسمح لي. الجمله اللي قلقتني هو انه ما كانش كلمه طيبه لتبرد الخواطر، اما الفلوس راح حضروا سي ضرب الحبس وخراج وسارينا، ما كانش ديك الكلمه الطيبه. فاخونا ملي جي يكتب اللي عنده الوليد ديالو دير منظر اختو في السيمانه، هو ما عندوش مع الله باقة ديال الهضرة. شي هذا هو نفس المشكل، الأول روائي والثاني واصل الحقيقة والثالث غير لابق. على ما بان لي ما فهمش حتى الدراري، علاش درت هذه المقدمة الطلالية باش نهضروا على أمين وفيس؟ هي المشكل عندنا في التعبير. دابا نفس الفكرة تقد تشدها وتعرف وتكتبها وتعبر بها وتقبلها المجتمع، زعما يتقبلها اي واحد كيما بغى يكون، طاغيه ولا ماشي طاغيه. ونفس الفكره ما تعرفش تركبها تقد المجتمع ما يتقبلهاش. ملي كنا صغار حنا في الليسي امين وفيس كان تيجمع مع واحد الدراري، الدراري جيت الحواتين جيت باب سبته، وكان واحد فيهم سميتو بوسلهام. بوسلهام كان رابر قديم وكان سميتو بيبي كول، مسكينه راحيه شويه نفسيا، كم دينا قديمة تتخرد للدلاري أمشتت هنا يا. وأنا كنت نعصر مع خو بيبي كول الصغير سميتو وسام بن خدة، ما رحمه مسكين في النار. فكنت نكروازي وكنت يبالي واحد دري كبر منا شوية ونشيط، فهمتين واحد الكويبا كنت يدير سكيت وقيلة. فملي سولنا قالوا لنا هذاك راه رابر وراه انا داير جروب،
الجروب كان ديرو هو واحد الدري سميتو امين احمد احمد ود احمد كان دي جي دي جي ما كنت تتحك تسكراتي في كاسيطة قبل هادشي جديد بالفينيلات وداكشي. احمد سيتي ان بونكي واقيلا كان خدام في البنكة فدارو جروب سميتهم دوبل ا والدوبل ا كان سيناو العام ما عقلتش بالضبط عاوتاني ما تبرزطونيش واقع ليلة 96 تنتمنى يكون هذا هو التاريخ باش خرجوا الالبوم الاول والالبوم الاول كان عند فيه ديزاسترو فاس بي زعما ماشي ديالهم وخرج معاك ديما معاك دبل اي طلب السلاك عرفتي كانوا شي دويسكات فهذيك الكاسيطة كانت دارت بوم وهي راه تزامنات مع واحد الكاسيطة واحدة أخرى ديال ولاد البهجة شوف ما غنقولش التواريخ تتمشيو تقلبو راه تزدك شي تزامنة فكانت سورس لينا كاملين حنا يا صغار تتشوف ديك الكاسيطة قبل ما تخرج مئات الجروب الدراب بحال اللي خرجوا في الخرطيور ليل خرجوا كاسيطات وتوشيات الدوغز وقلتهم ما خرجوا شي كاسيطة قبل ما يوليو اش كاين خصنا داكشي ديال مكناس نعاودو نسولو عليه حيت انا العلاقه اللي كانت عندي مع مكناسي مع مهدي كاليبر خصنا وندير عليه شي حليقه على العموم فخرج ديك الكاسيطه ديك الكاسيطه كانت سورس ديال السبيل المغاربه كاملين شي الدراري كاع اللي دايرين بق دابا ما يمكنش ما تكونش ما داش عليهم ديك الكاسيطه غنخرجوا موقعنا شي جوج البومات البوم اللي وراه وقال تفك الجروب مبقاش دوبل أ ولا أمين دوبل أ وخرج عيب وحده هو الألبوم الألبوم واحر والألبوم اللي كان خرج أمين سميت أمين دوبل أ كان فيه واحد الحاجة جديدة في الميليو اللي هي لغفران إغنبي وكن ديك الساعة أنسبيروني بزاف داكشي أنسبيراني ما عمري سمعته في المغرب داكشي كان جاني جديد بزاف وراه 96 هادي أخويا راه حنا وبعالك 96 وقلة 97 خرج داكشي ولا 98 وفيا ما نقلب في ويكيبيديا المهم تنقول لكم السوفونيغ الوانتان اللي عندي في دماغي فمن مور داكشي هنا غتبدا الانتكاسه ديال 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 امينو فيس فيس هو انه داك الكاسيطه كانت مشات واللابيل اضواء المدينه ما كانتش عطاتو حقه العلاقه كانت متوتره جدا فبقى بدا النزاعات مع لابواط وقلا تفكوا معاه في شي لعيبه ما بغيتش ندخل في التفاصيل أجي المشكل الثاني ديال أمينو فيس اللي غي مرضون في ثانيا وهذا هو اللي كان خرج عليه خرج عليه لأنهم تحموا عليه الدراري كان دار واحد الكمبيلاسيون وديك الكمبيلاسيون كان دار لها ب 1500 درهم الديسك في أزدرو معزوف تجي تجيب اللحنة ديالك تدير لك أوريجينال كان واحد درينو في الرباط هو اللي تمشيو عنده يدير معك حصة ولا جوج تدير له الميلودي بفمك تيحاول يلقى لها شي لعيبة زوينة كريريتي طالونتيو تعرف عنده وقلة تقسم اللوجيسيال داك نوفل ما عرفت فين ولا فهو قال لك راه كاين شي كونطريق قدات شي يتصوب شي ميكستيب برا ولا شي لعيبة الدراري طبعو وكل شي دفع الفلوس فكان غبر واحد الوقيتة قال ما كانش فاهم مع استوديو ديال اضواء المدينه صافي دار شي مواعيد اليوم غدا وداكشي صابخي دو طون ولكن راه بلغه اليوم راه مسكين دار انجاز عظيم 1500 درهم فيها اوريجينال واستوديو والميلودي راسك وجلس معاك عازف اوه صح استوديو بالباندات ديك الساعه ماشي تا بيستات نيميريك الباندات الدور فتعطل شوية الدراري بدأوا مشاو تجمعوا رباعات وتمشوا
يدقوا عليه في الدار. مسكين كان اختفى واحد لقيته، كان غير كان شي حاجة ديال ما نسقش مزيان. من اللي كبرت هاد فهمت وقع لها ما عارفش ينسق. بطبيعة الحالة تصيط له واحد جدري، لا راه حقه حقه، جاب لك موزع وجاب لك ستوديو شباغي، يدي معك على الأقل 4000 ريال في الديسك. قال كاسيدي راه غيهز لنا فلوسنا ويسافر لبرا، شي حاجة بحال هكا كنا ندوش نقو عليه. هنا تبدا النكسة الكبيرة ديالو. مع ذلك وفى بالكلمة ديالو، صوب لي زانسترول الدراري كاملين وشد ليهم سيسيون وقال دو جوغ ديال التسجيل في استوديو في أضواء المدينة. وفعلا سجلنا الاخر، عطانا الخاطر، خرج جروب دخل جروب، خرج جروب دخل جروب، خصكم تكونوا انا مع الساعه فلان فلانيه. من مور داكشي كل شيء وكل واحد خدا الميكس ديالو في سيدي. اغلبيه الدراري ديال الديسك خرج لهم ديسك زويونين، انا خرج ديسك حالته انا وداك رضوان تعيان، ولكن كنت فرحان بيه ما نكذبش عليك، كان اول انجاز في حياتي مشى عليا داك الديسك ومشى السيدي. شريت نعاود لكم دابا في 99 تنظن واقيلا. فبقاو حاقدين عليه ولا تسلا، انا ما حقدتش عليه حتى انا تحاورت معاه من بعد، ولا معاه عندي معاه لعبات اخرين. صافي بدلت السكنه من المدينه القديمه، وقال كنت يسكن في جيت السوق الكبير في سلا، واحد الزرقه فيها واحد القوس تديك الايوبي نسيت على سميتها. من موراها رحل، من اللي رحل انا صافي بعت شويه ومشيت تنضرب تماركي مع عاوتليكم، فجمعت شويه الفلوس وقلبت عليه لقيته قلت له راه بغيت نخدم معاك، لانه ديك الساعه كان خدم شي لعيبه مع كاليبر، كان عجباتني لاكاليبي. فمشيت قلبت عليه لقيته خويا اش بغيت علاقتي معاه ليميت. صافي بديت يصوب لي لي زانستوري، باش قلت لكم خدم لي لي زانستوري باش ما نسجل، ما سجلتش. قلت له راه لي دوك لي زانستوري، هو اش دار؟ دار لي زانستوري ودار السي دي ودار اللوجيسيال في السي دي. فولا عندي سي دي فيه لي بروجي واللوجيسيال، ما عندي لا بي سي لا والو. فكان هذا هو السبب في 2004 باش غنشري اول بي سي، 2004 2005 تنظن 2004 شريت اول بي سي بسبب من اوفيس. انستاليت طلع لي البروغرام لاسيد، بروغرام سميتو اسيد برو. ويا خويا راه عرفتي هاد الحركه شحال ربحت من هاد الفلوس، لانني اون فوا حليت لاسيد شفت البروجي بديت تنطلق يدي. كنت باقي ما كاينه يوتيوب، تلعب لي وراه دخلت يوتيوب وكونيكسيون، فبديت تنطلق يدي ذاتي تنتعلم. وكان ذلك شديت اللوجيسيال، باقي ترحم له الوالدين الى يومنا هذا. جلست مع خبيس باللوجيسيال، صافي فرقتنا القدرة. هو جات واحد نزوج واحد السيدة وخرج، خرج لبرا. هنا باش خرج لبرا خرج خصو يكون راسو ولكن خرج وعنده واحد لاميرتوم، عنده واحد المرارة في القلب ديالو، لأنه كما قلت لكم في الريمبي كان هو اللي كنت يخدم مع لبنى. لبنى خصنا ندير على حليقة صاحبي، لبنى عنده واحد الحيتيات ما قدش نعوده. ما أنا نستقصي الخبار إلا لقيت بأنه القضية ما حامضاش نعاود، كانت حامضة راه غنعاود لكم مستحيل باش أخويا ما نتعداو على حد. البنات ماشي بحال الدراري، البنات الوضعية حامضة. فهو اللي كان ورق اللبنة لي باز الاولين ديال الخدمة، حيت هو كان تيلحن من الاولين في المغرب، وقال انا ما كانش هو الاول. فعاوتاني اللبنة جات ورقات لي لي زاستيوس، انا تعلمت عاوتاني كيفاش نحط لي روفرا ار ام بي. ملي تعلمت انا جا البيك
خدا لي باز عاوتاني. شوفوا دابا هاد لي في ديال امين ونفيس فين يستمر. فمشى قلبي وكان خدمتها لطفي حط رفرها مشى وتما راه بداو الدراري كازا تيحطوا، ولكن لي ريمبي الفري فري لومنا. كانت قبل منها واحد الدلال، وديك الدلال الغبرات ما عرفتش فين هي. نتمنى اللي كنتي عارفه الدلال يقول لها راه النور تيسلم عليك، واخا ما عارفهاش. حنا بحال اللي تيقول كان هو السورس ديال الانسبيراسيون. مسلم غيخرج واحد هو والعربي جروب قشله غيخرجوا وقيله واحد ميكستيب سميتها طنجاوة دابا واقيله في الاخر ديال 90 وقيله 99 ولا ما عارف ولا 2000. فمن تسمع مسلم ديك الساعه عرفتي بالك امين اوفيس الي عنده لا توج ديال مسلم بطبيعه الحال لانه كان عجيب، ولكن راه امين اوفيس راه نفس لانسبي. الامباكت ديال داك السيد على الراب مغربي عظيم. وكان في 96 وقال اول رابور تيطلع على التلفزه هو في العالم المغربي، في العالم المغربي هو واحمد واحد فريستايل في التلفزه. هي مات الجال كانت في واحد البوماده زرقاء، شكون يعقل عليها؟ كنت تمشي للساكه تشري واحد البوماده زرقاء هي اللي تدي لها الجال فيها واحد الريحه وتتبلاكي ديك الايام. فمشى ملي مشى عاوتاني خرج واحد الالبوم ما تيعيطولوش بزاف، هو غادي ولا تيلتزم ديال الله اكثر على النصوص ديالو ولا مشتات الدراري سمحوا لي تنخنخن الحلقه اعتذر لبرزتكم. وكان كذلك ملي ما بداوش يعيطولو حاول يرجع، ولكن اكتشف بان المغرب ما تيقدر حتى شي فنان. طلع واحد طلعها في البولفار عيط ليا، هذه المناسبة الثانية اللي غنطلقها، قال لي حنا ولا تسلا واش طلع معايا دير واحد الدويسك نعمر. قلت له مرحبا اخويا، كانت أول مرة ليا غنطلع لاسين أوفيسيالية مع أمين أوفيس سيرسان، واحد ديسك سميتو شعل العافية كتبناه صوبناه قبل طلعت تحت سيرسان. هو اللي صوب لي البوشيطة ديال بيت النار، وتيرا والله ما عندي معاه شي علاقة وطيدة وحق الله هدرتنا بيناتنا قليلة، هو غامض حتى هو من الناس الغامضين. داكشي علاش في الحلقة كاليبر، علاش كاليبر رام كاليبر خلى لي الميكرو ديالو عرفتي سجلت به بيت النار، وكان كاليبر غامض كاع الغامضين ما تتلقاش معهم شي قصص كبيرة تعاودهم، ولكن نعاود لكم حيتيات ديال كاليبر. الناس اللي طلبوني على مهدي بلاك وين ما درتش الحلقة عليه حيت ما تنعرفوش. أبار محادثة درت أنا وياه واحد النهار وش قصة سامعهم إلا عاودتهم أنا بان بحال حط عليه البطل ولا ما عشتهاش ما نعاودهاش. دونك الدراري عذروني لا ما عشتش مع شي دراري راه ماشي مثلا بغيت نهضر عليهم، ما عنديش عليهم شي قصة بحال مهدي بلاك وين راه ما جا نعاود عليه. أنا ولوف تنصبت وتنهلت رجعوا، فبقى أمين أوفيس أفين أوفيس خاطر عنده ديك المرارة صافو وي انقرض اول الديناصورات. للاسف تنتمنى الدراري اللي تتشوف هذه الحلقه مره وتترابيو مره جبدو هفشي طرف الكوبلي ولا هفشي انترفيو ولا ايش في هذا الاعتراف، راه النسيان يقتل الفنان. ما تنساوش الفنانين ديالكم كساسوا في اي ميدان. تنشكرو من هاد المنبر تنقول له ما بغيتش نطول الحلقه اكثر حيت ما نساليش كاين بزاف القصص وقصص ديال المكناس ديال واحد خصني نعاود لكم واحد النهار ديال واحد الفندق مسكون خرجوا لنا جنون بالليل. فتنقول له فرا ماشي كلشي نساك، احنا وتنحاولوا نذكروك في 2023 لا باقي حيل الله يطول عمرك، وكان عندك شي وليدات الله يطول عمرهم. شكرا على اللي درتي للهيب هوب، والدراري شكرا لكم تلي تيكلاشيونا الدنيا داري انا مريض فين هو الفلو تلي تيكلاشيونا. الله يرحم لكم الوالدين، شكرا الدراري اللي تدعمونا ولا دعمونا في باي بال، اسره نخلي لكم في الديسكريبسيون لتحت كاع
كان معكم خوكم نورس رغم المرض. نتصورت هذه الحلقة دو مش بالبرد باش نبقاو على الكلمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.